في منهج السلف الصالح في تحكيم الشريعة، في تحكيم الشريعة الإسلامية، وكرر أبناؤه وفقهم الله وأعانهم البيان نفسه في منهج الدولة السعودية. والآن نرى المؤسسة الإعلامية قصرت في بيان هذا المنهج ولم تحصن الشباب من المؤثرات الضارة في عقيدتهم أو أخلاقهم، بل إن من الصحفيين والكتاب، ولا أعمم الكل، من الصحفيين والكتاب من يكتب ما يضاد هذا المنهج في صورة ما، إما في صورة خبر ما، أو في صورة رأي ما، أو في صورة قصة ما، والأمثلة على هذا كثيرة. والمقترح يا صاحب السمو تقويم مسار الإعلام ليتفق مع منهج الدولة، فما هو الحل في رأي سموكم المكرم لتقويم مسار الإعلام ليقوم بهذه المهمة وفقكم الله؟ شيخ علي، أعتقد أن الحل الطبيعي كما قلت أحد المرات، الدولة هذه التزامها بعقيدتها ذكرتها أنا وذكرتها أنت، لكني أقول أن الإعلام أو إذا قصر فلنلفت نظره، وأقول إذا كتب شيء يخالف المصلحة أو العقيدة فعند طلبة العلم ومفكريننا الفرصة للرد عليه. وسبق قلت أنا قبل المرة في أحد تصريحاتي أو في أحد حضرت أحد المناسبات، إذا كان الذي كتب ينقل ومع حد بنقده فأنا أخذ به وأشكره عليه، وإذا كان جانبه الصواب فأعطاني الفرصة أرد عليه. إذن فنتبع هذا الأسلوب، يمكن الأسلوب يحقق شيء، والحمد لله ما حد يمنع طلبة العلم عندهم الرد على هذه في أجل مجال الإعلام.